البسبوسة بتاعتنا النهاردة محشية قشطة، مدخلين جواها قشطة، طبقة بسبوسة، طبقة قشطة، طبقة بسبوسة، ويدخلوا الفرن مع بعض يستووا وتطلع لك بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. اول حاجة هنشوف المقادير بتاعتها. البسبوسة نفسها عبارة عن ايه؟ معلقتين كبار جوز هند، ممكن تحطيه ممكن لا، بس بصراحة بيدوا ريحة حلوة قوي كمان والبسبوسة بتستوي. معلقتين كبار جوز هند احطهم على نص كيلو سميد بسبوسة ما يعادل 3 كوبايات، حلو الكلام. نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، ما تزوديش عن كده عشان ما تقلبش معاكي على كيكة، انا بقول اهو. ذرة ملح، كوباية سمنة، كوباية لبن دافي، معلقتين كبار عسل كلوكوز لو موجود عندك، ما عندكيش مش مشكلة. نص كوباية سكر، وأحط معلقتين قشطة من نفس القشطة اللي هستعملها في الحشوة اللي هنعملها مع بعض. القشطة بقى نفسها، طبقة القشطة اللي هي البطل بتاعنا النهاردة عبارة عن إيه؟ اللي هي دي مقاديرها. هشتغل على لتر لبن، لتر لبن، وأحط عليها معلقة واحدة سكر بس اللي هي تديها تسكيرة خفيفة خالص، لكن التسكيرة الأساسية هتبقى من الشربات بتاع البسبوسة. يبقى لتر لبن، معلقة كبيرة سكر، نص كوباية نشا أو 6 معالق كبار مليانين، فانيليا وقشطة، هي دي مقادير البسبوس القشطة بتاعتنا. عندنا آخر مقادير الشربات. دايما عارفين إن شربات البسبوسة بيبقى خفيف، بيبقى عامل زي المية بسكر المغلية، عبارة عن كوبايتين مية قدهم بالظبط كوبايتين سكر، وأحط معلقة كبيرة سمنة تطعم لي الشربات وتخلي البسبوسة بتاعتي طعم السمنة قوي فيها، ومعلقة كبيرة عسل كلوكوز برضو لو موجود. أول خطوة هتكون معايا الشربات، هحط كوبايتين سكر، بسم الله كده. أي مج عندك، أي كوباية هتعايري بيها كله، على شرط كله يتعاير بنفس الكوباية، خلاص؟ كوبايتين سكر وعليهم كوبايتين مية. زي ما بقول لكم الشربات ده بيبقى شربات خفيف كأنه مية بسكر مغلية، مش أكتر من كده. حلو كده؟ حلو كده. نجيب معلقة وننزل بعسل الكلوكوز كمان عليه زي ما قلتلك لو موجود عندك. حطينا كوبايتين سكر عليهم كوبايتين مية، وحطينا كمان معلقتين عسل كلوكوز، وحطينا معلقة ونص كده سمنة بالشكل ده. أول ما يغلي غلوتين أخطفي عليه واركنه. ندخل على أهم حاجة معانا، البطل بتاعنا، وهي القشطة. هنعمل إيه بقى؟ هنقول مقاديرها تاني وإحنا بنحطها. خدوا بالكم الكازارولا كانت هتسخن، بعتها بعيد عن النار، لأن من أهم عوامل نجاح القشطة كل المقادير تتحط على البارد الأول. بمعنى ايه؟ بسم الله. ادي لتر لبن، حلو قوي الكلام ده، ماشي على البارد اهو بعيد عن النار. هحط ايه على لتر اللبن؟ هحط 6 معالق كبار مليانين نشا بهذا الشكل على البارد، ونقلب كده. كده دوبت النشا في اللبن على البارد، وزي ما اتفقنا هاخد معلقه كبيره سكر. انا ما بحليش المهلبيه، التحليه الاساسيه هتبقى زي ما اتفقنا من الشربات، انا بس بحط معلقه كده عشان البسبوسه ما تبقاش عذبه قوي ما فيهاش سكر خالص، وبعدين فانيليا. وكده ناقص لي في المقادير بتاعه القشطه الصناعي القشطه نفسها الطبيعيه، مش هحطها دلوقتي، هاخد كل الكلام ده كله كده على النار علشان اقوي طعم القشطه زي ما اتفقنا. خدها كده بعيد عن النار عشان تبطل تغلي، وانا هاخد معلقه وهنزل بالقشطه عليها. امتى هنزل بالقشطه؟ بعد ما شلتها بعيد عن النار اهي. اي قشطه موجوده عندك، نفس السمنه اللي فيها المقدار خدت منها معلقه للشربات، ونفس السمنه دهنت بيها الصينيه في الجوانب وفي كل حته عشان البسبوسه ما تلزقش مني، خلاص. وبعد كده هنعمل ايه بقى؟ ما رضيتش اعمل اي خطوات غير نعملها مع بعض. ادي السميد، 3 كوبايات سميد، هحط عليهم معلقتين كبار جوز هند، وهنحط عليهم كمان البيكنج باودر كده ورشه ملح، حلو قوي ده كده مع السميد. وهقلب كده كله في بعضه بالشكل ده، خلاص.
3 كوبايات سميد، معلقتين كبار جوز هند، رشه ملح، نص معلقه صغيره بيكنج باودر. قبل ما انزل بالسمنه هحضر خليط اللبن، حله هي على النار، هاخد اللبن هوطي النار بس، هاخد كوبايه اللبن كده واحط فيها السكر في كوبايه اللبن، واحط كمان الجلوكوز، وعايزه كله يدوب مع بعضه بهذا الشكل. نجيب مضرب كده ننزل الجلوكوز بتاعنا اهو كده. خلي بالك الخطوات دي مهمه جدا. يبقى اللبن حطيت فيه السكر، كوبايه لبن حطيت فيها نص كوبايه سكر، وحطيت فيها معلقتين كبار عسل جلوكوز، وبدوبهم كده. اول ما احس ان اللبن سخن هشيله بعيد عن النار. اللبن والسكر والجلوكوز دوبت سخنتهم على النار ودوبتهم مع اللبن، حتى تشوفوا لون اللبن اتغير ازاي. ماشي. وبعدين هروح نازله بالقشطه اللي في المقادير معايا. خلي بالكوا الخليط ده هو ده اللي هعجن بيه البسبوسه، فالقشطه دي بقى يا سلام عليها، هتبقى عسل وسكر جوه البسبوسه. ايه البديل ليها؟ كوبايه زبادي، علبه زبادي مش كوبايه كامله، علبه زبادي. انا بقى هدوب القشطه كده جوه اللبن وهو دافي. عندي 3 كوبايات سميد او نص كيلو، حطيت عليهم معلقتين كبار جوز هند هنا، وحطيت عليهم نص معلقه صغيره بيكنج باودر ورشه ملح. حلو الكلام ده كده في البوله دي. وعندي ادي كوبايه السمنه بتاعه المقادير، وهنا كوبايه لبن دوبت فيها وهي دافيه، نص كوبايه سكر، معلقتين كبار عسل جلوكوز، ودوبنا فيها كمان معلقتين قشطه. وزي ما قلت لك ممكن قشطه بلدي وممكن وش اللبن، مفيش مشكله خالص. اللبن الدافي ده هيبقى اخر حاجه تنزل على المقادير على السميد. هعمل ايه هنا الاول؟ الله ينور يا سمر. ادي كوبايه السمنه اللي عندي في المقادير، هنزل بيها على خليط السميد بجوز الهند بالشكل ده. ماشي. وبعدين نشيل، نعمل عمليه بس بقى، بس البسبوسه. بصوا كده ازاي اهو. الاول اخلط كده بصوابع ايديا، وبعد كده اروح عامله بقى بالشكل ده كده. خلي السميد خليط السميد، لان مش هقول سميد بس لان هو عليه كذا حاجه، فده خليط سميد. خليط السميد يشرب السمنه اللي حطيناها. اروح جايبه بقى خليط اللبن. يبقى انا عندي خليطين، اتنين، خليط البسبوسه السميد اللي بسيته بالسمنه، وخليط اللبن الدافي. اروح واخده بقى خليط اللبن كده عليها، ومن هنا هيبتدي بقى ايه الشغل بتاعنا اللي هيطلع كله اسرار. بصي في الاول خالص شايفه الدنيا عايمه ازاي، وتحسي كده ايه ده، انا حاسه ان مقادير السوائل مش مظبوطه. اصبري كده على البسبوسه، على السميد، واصبري على نفسك، وبصوابع ايديكي كده اعملي كده، هتلاقي السميد هيقعد يشرب الخليط بتاعنا. شوفوا بقى عامل ازاي، شايفه يا سمر؟ بصي تقل ازاي اهو. هاخد بقى نص الخليط هنا في الصينيه. ماشي. بصوا يا جماعه حطيت جنبي بوله فيها ميه، ودي بقى سر من اسرار التوزيع المظبوط. احط كده صوابع في الميه، واخد من غير معلقه، بلاش معلقه. اهم حاجه عندي ان القشطه ما تكونش بردت قوي علشان اعرف افردها بمنتهى السهوله كده زي ما انتم شايفين. برضو وصليها للحروف. بصوا كده اهو، انزلي كده بايديكي وزعي في كل حته كده، وبعد كده نروح حاطين ايدينا في الميه ونوزع طبقه البسبوسه التانيه. مش عايزه اي حته في القشطه اللي تحت باينه، بس زي الفل زي العسل بجد. صينيه تستاهل بقكم. 180 يعني درجة حرارة متوسطة فوق وتحت مع بعض، مش عايزة أكتر من كده. على ما من تحت تكون اتحمرت واستوت، اللي فوق كمان هتكون اتحمرت واستوت. أول بقى ما تطلع من الفرن أروح ساقياها بالشربات، تكون درجة حرارته قلت، إداني كده إيه، دافيان دافي كده، هو ده اللي مطلوب.